فيلم الرعب ذا بوبيمان يحقق 40 مليون دولار. حقق فيلم الرعب ذا بوبيمان إيرادات وصلت إلى 40 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه يوم 2 يونيو الجاري، ووصلت مدته إلى 1:38 ومن إنتاج شركة ديزنا. ويتتبع فيلم ذا بوبيمان طالبة المدرسة الثانوية سادة هاربر صوفي تاتشر وشقيقتها سوير فيفيان لي رابلير اللذان يطاردهما كيان مرعب. حصل الفيلم أيضا على استجابة إيجابية من المؤلف ستيفن كينج نفسه المقتبس من أحدى روايته العملة، حيث أكد المخرج روب سافاج قائلا: استأجرنا السينما الخاصة به وعرضنا الفيلم له، لم أذهب لأنني كنت مرعوبا من رد فعله، لكن يبدو أنه شعر بالسعادة في عدة لقطات، ثم أرسل رسالة إلى كل من عمل في الفيلم والتي لن أقوم بالكشف عنها. من بين أعضاء فريق التمثيل في فيلم الرعب ذا بوبيمان كل من كريس ميسينا، مارين إيرلاندا، ماديسون هو، ليزا جاي هاملتون وديفيد داستمالشيان.